Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur votre chaîne qui s'appelle Moul Magana. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous avez fait le problème de la situation. Je vais vous montrer comment vous avez fait. كما كتعرفوا اخوتي امي نعيمه ديجا كانت خدامه مع واحد القناه ديال مربوحه تي في. دابا راه فيها مليون ونصف ابوني، مليون و500 الف متابع، وكتجيب مشاهدات بالملايين في الاشهر. حتى لهنا ما كاينش الجديد. الجديد اخوتي هو واحد البنت ولا واحد الشابه كانت تلوطات على واحد المرأة واحدة أخرى، وتلوطوا بجوجهم باش أمي نعيمة دير لهم الدعم، باش أمي نعيمة دير لهم الدعم باش يطلعوا القنوات ديالهم وبقى يضربوا صريفة على ظهر أمي نعيمة. قلنا سيدي ماشي مشكل. مشات مسكينة أمي نعيمة وعاوناتهم وقالت لهم أشنو كاين أشنو كاين، حتى طلعوا القنوات ديالهم. مؤخرا اخوتي تسرب واحد الاوديو ديال سعاد بنت خو امي نعيمه بنت خوها مع واحد الفاسيه واحده اخرى اللي كانوا ناصبين على امي نعيمه. جيت انا اليوم باش ندافع على امي نعيمه ونفرشخ الرميمينه ديالهم كامله ونقول شنو خصهم هذوك الرباعات الشلاهبيه. اول حاجه ديجا راهم قالوها، هما اصلا قالوها بفم ديالهم، قال لك حنا كنقلبوا على المشاهدات وكنقلبوا على الفلوس ديال اليوتيوب. حنا اخويا ما تنقلبوش على الفلوس ديال اليوتيوب، حنا كنبغيو غير نديفو له شويه الفلوس ديال اليوتيوب، كنقصرو بكم شويه وكنقصرو بالبشر شويه وتمشي بحالنا الناس. من هذا المنبر كنتمنى ان شاء الله كل واحد ياخذ الحق ديالو في هذاك الشيء اللي واقع. وغادي نكملكم اخوتي الفيديو اخوتي على هذاك التسريب اللي تسرب ديال امي نعيمه ورباعه ديال الشلاهبيه اللي داروا بها. كما قلت لكم بغاو ياكلوا ليها الرزق ديالها بحكم ان امي نعيمه وغاد قريبة توصل 400 الف مشترك، وديما في طوندوز استغلوها وبغاو يديروا حتى هما لاباس من ظهرها. امي نعيمه اخوتي كما كتعرفوا داخله سوق راسها وكدير شي فيديوهات زوينين، لي روتين ديالها زوين، كلشي مزيان. حتى دوك لي روتين ديالها كيعجبوني بزاف، كتكون هذا شي بلاصه كتصور لنا اليوميات ديالها وما يتلاحطوا فيها هاد الرباعات الشلاهبيه هادو، وبغاو يديو ليها الرزق ديالها اللي هو القناه ديالها من يوتيوب. حتى هما بغا يتلوطوا عليها، بغا يسرقوا ليها حتى القناه، وداروا هاد القضيه باش حتى هما يركبوا على الموجه ديال البوز ويجيبوا لي في. مؤخرا سعاد لاحت واحد لا فيديو وصل اكثر من 300 الف مشاهده، يعني بغات حتى هي تولي عندها واحد القناة فيها 100 ألف باش تبقى تربح مزيان على حساب القول، على حد القول ديالها هي. المهم هي أصلا باغية غير الشهرة وباغية غير الفلوس ديال اليوتيوب.